مش خرجنا على طرس، توقعناها حتى ان هي ممكن تطلع كذبة، لان الصفحات هم اللي نزلوا انه حتى الاسرائيليين داويين عليه الموضوع هذا، يعني مش راضيين صراحة. هو نوع من النوع اللي بينا احنا من النوعية اللي ننفعله في الامور اياه، ونقدروا احنا نديروا في حاجات ممكن تكون حتى غلط. يعني امبارح الشارع مسكرة، انا نزلت هنا الدهمان لقيت الدنيا مسكرة، مش غريب. امبارح راهو وزارة الخارجية هذه كلتها النار على بعضها. وشنو المطالب؟ المطالب الشعب ما نمشيش معانا الامور هذه. الله المستعان. والباين في الشارع ولا الهدرزة اللي في القهوة هنا ولا في الشارع، ان الموضوع هذا لو ما يصيرش فيه حل من الاسبوع مرات ما عادش يصير الحل اللي المفروض يصير. هو يعني الموضوع ما عادش بيبدا يقالة نجل المنقوش، هي اللي مش عارف منين طلعت لنا اخونا هي. بعدين واحده خشت بحجاب، حولت حجابها، شنو متوقعوا منها احنا؟ وهل المدينه هذه بنغازي قد ما قدمت من شهداء، دين طلعوا لنا اخونا قتلوا تريسها وهجروهم وحبسوهم هي قالت النجلة، وان شاء الله حتى يوصلوا في 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 حميد الدبيبة نفسه، كان هو عنده علم بالموضوع. عضايا مفروض والله العظيم ما عاد نطلعوا من الشارع، ندوروا وين ما نلقى قميصتي قدامك مم ننظفوه ونجوا نولعوهم في الشوارع، لان الحكومه هذه كلها تتحول. ولما نقول لك كي راه مش من نوعيه اللي راضي على حكومه ثانيه، ولا تحسبني من مؤيدين لحكومه بشاغه، لا لا، انا ولا بشاغه نشحوا فيه. كنا زي الميه شويه، عنده كاريزما، راجل قويه صراحه لما كان وزير داخليه. لكن بعدين الله اعلم بنيته الراجل، لكن المهم اني مانيش راضي حتى عليه مشهد اللي بنغازي مثلا والامور هذيك، ولقاء بحفتر وجو هذا مانيش راضي عليه صراحه، فما نبيش حتى هو ما نبيش. طيب لو نقولوا انها تطور اكثر على علاقات ليبيا واسرائيل، يعني ما نبغاش تتطور احنا ان شاء الله، ما تتطورش. لا اعتقد تتطور، لان الوضع الامني في ليبيا ماهوش مستقر. فاسهل حاجه، اسهل حاجه في ليبيا ان تخرب وشوارع يتسكروا، والموضوع ماهوش بسيط. ماهوش في شعب زينا احنا هيك عندنا النعره هذه الغريبه، ونتهوروا ونديروا في افعال مرات ماهيش مليحه. قلت لك يعني مرات بنديروا مضار احنا نلقوا الموضوع طالع حتى من اليدين، ما عادش قد حتى تسيطر عليه. فما مانيش راضي، لا انا من مؤيدين فكره القومات والشوارع هذه السلميه، اقل حاجه سلميه نديرها نولعوا قموم في الشوارع ونسكروهم يوم 2/10 لين يديروا لنا حل ونشوف الموضوع هذا، وتطلع الدنيا هذه كلها ان شاء الله. حتى دبيبه حاضر معاه ولا عنده حتى نص علم، حتى نص في المية وهي زيد علينا غادي. بنتكلموا بالنسبه على اللي صار ليله البارحه والاخبار المتداوله بخصوص لقاء المنقوش هذه مع الكيان الصهيوني. اللي صار بين الشباب هذا امر كان متوقع الحقيقه، يعني كان متوقع بشكل كبير ان الليبيين بشكل عام موضوع القضية الفلسطينية هذا موضوع حساس عندنا من أيام الأجداد والأباء القدم يعني. لكن أنا بنتكلم بالجزئية بسيطة على موضوع رئيس الحكومة والوزراء اللي عنده وحكومته بشكل عام أو المستشارين اللي حواليه. فكان يعلم السيد رئيس الحكومة الموضوع هذا، كان عنده بعلم، فهذه مصيبة الحقيقة يعني. وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم. أنا لو كنت في مكان رئيس الحكومة أول حاجة نديرها نطلع نستقيل، لأن ما قدرتش نسير حكومتي كيف وزير أو وزيرة في حكومتي وعندها عدة ظروف أو عندها عدة صلاحيات تتجاوزني، هذه درجة أولى، وتلتقي ما يعتبر العدو الأول. ما نبيش نقول لك للإسلام يعني، هذا شيء مفروض، لكن للليبيين بشكل خاص يعني. فأنا أتمنى من رئيس حكومة يكون شجاع ويطلع ويستقيل هو والحكومة اللي عنده كلها، ما يقعد فيهم حد. وأتمنى يكون مجلس هذا القضاء يطلع ويكلمته ويجيبونا ناس تخاف الله عز وجل وتوقف لها البلاد، ويسرنا من المرمدة الزايدة هذه. يعني خلاص انتهينا، الليبيين أصبحنا في مرمدة زايدة يعني، في نهاية الأمر أصبحنا تطبع ولا تطبيع مع إسرائيل، وهذه مشكلة كبيرة الحقيقة. وسمة عار في وجهه هو كرئيس حكومة، وفي وجه حكومته، في وجه الليبيين ككل يعني. كيف شفت ردود الأفعال بالشارع الليبي؟ والله ردود الأفعال اللي نشوفها والله لا بسيطة جدا، غير شباب صغار وكذا، غالب الناس
مش راضين العقال وغيرها شادين بعضهم بالسيف الحق، لكن اللي صار امس هذا امر طبيعي جدا، وكان ممكن يتصاعد الموضوع اكثر من هيك الحقيقه يعني. لان لما تقول لي التطبيع مع اسرائيل يعني وكانك خنت مبادئ الليبيين وخنت عهودهم وخنت حتى اخوتنا الفلسطينيين اللي ملوحين في بقاع الارض، يعني اللي ملوح في اوروبا واللي في استراليا واللي مش عارف وين. فاقل حاجه مفروض ندير احنا نحافظوا على القضيه هذه وما نجرحوهاش، مع ان في بعض الدول العربيه والاسلاميه جرحت، لكن احنا المفروض يكون عندنا مبدا ونوقفوا معاهم لمين ما الله سبحانه وتعالى ييسر الامور فلسطين حالها يعني. اما الحكومه اللي نتمناها برئيس حكومه انه يستقيل ويقدم حاجه يكون كويسه، استقالته يعني تعتبر شجاعه منه، اما استمرارها وعدم قدرتهم حتى تسير امور البلاد، فنسال الله التوفيق والسداد ان يطلعوا الصالحين والرجال الاحرار اللي نعرفوهم على خير اللي طلعوا خاصه من 2011 على جاي يصحوا مسار البلاد ومسار الثوره ويكونوا على قدم وساق لتصحيح البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، وربي ان شاء الله يوفق الله. بالنسبه لي انا محمد محفوظ مكان سكان طرابلس. طبعا الموضوع يعني مش واضح لحد، يعني احنا سمعنا به الا من القنوات، يعني عرفت كيف. يفترض ان في الحكومه والخارجيه اللي بيها تطلع توضح شنو صاير بالضبط. مرات لقاء عادي ومرات لقاء يكون فيه اشياء يرفضها الشعب الليبي خلاص، يعني شيء بنقول لك يعني احنا مش فاهمين شيء، يعني نصرحوا هم الخارجيه الاسرائيليه يعني، فهمت كيف. احنا مش فاهمين شيء يعني. لحد الساعة هذه ما فيش حد يتكلم على الموضوع، هو شبهنا غير قمات يحرقوا فيهم والدنيا يعني شوارع مسكرة وخلاص. خليني نقول لك الخارجية الإسرائيلية قالت إن وزيرة الخارجية الليبية ووزير الخارجية الإسرائيلي تلاقوا في روما، واللقاء هذا يعني بداية لفتح علاقات بين البلدين. احنا ما نعرفش. أنت لو أنا في رأيي إن الموضوع هو في الوقت هو مشكلة أصلاً، فهمت كيف؟ يعني البلاد هي كيف طالعه من مشاكل وحروب، ولما تفتح مواضيع الشعب مش حيفهمها صح. فيعني انت بتزيد مشكله، احنا كيف بدنا حطينا رجلتين على سكه القطار، وانت تجيب لي موضوع زي اليهود واسرائيليين وكذا والليبيين عندهم مشكله في الموضوع هذا، فهمت كيف؟ فيعني توقيت غير مناسب. وإذا كان هو مصالح تجارية وكذا واحد، فهم العالم كله ياكل في المنتجات اليهودية، فهمت كيف؟ حتى من الليبيين عادي يعني ياخذوا فيها، يعني أنت إذا كان بتقطعهم قطعهم من ناحية المنتجات ومن ناحية كل شيء، يعني عرفت كيف؟ يعني من حيث المبدأ أن هذا مش توقيته. إذا كان أنت بتدير تو حارب في الليبيين في بعضهم وناحية الحكومة، نرجع للمربع الصفر، ما فيش فلوس، ما فيش سيولة، ما فيش كل شيء. كل شيء ينقطع على الشعب الليبي. فهذه المشاكل احنا تعودنا ان احنا وراها تسكير بنزينه، وراها سيوله، وراها ما فيش حكومه ولا ما فيش حاجات هي كلها. فيعني هي ضد الشعب الليبي المشاكل، هي او المقابله هي في حد ذاتها اللي دارتها المنقوش ضد اراده الشعب الليبي واللي يبيه الشعب الليبي، فهمت كيف؟ يبوا مازال هلبا حاجات باش يوصلوا الاستقرار، باش حتى لو كان في اي مقابله بتكون على العلن وبشروط يقبلوها الليبيين، فهمت كيف؟ فهمت؟ لكن في الاخير بكل توقيت خطا ومش فاهمين شيء احنا الشعب الليبي، فهمت كيف؟ من اللي صار هذا كله. شكرا لك. لكن في الاخير بكل بنقول لك ولا اللي يبي الشعب الليبي هو اللي المفروض يصير. اذا كان يبوا التطبيع الشعب الليبي يديروا استفتاء عليه، ما يبوش يسكروا على الموضوع. هذا موضوع قديم، هو راهو هذا يلعبوا فيه من امتى؟ من ايام صاحبنا الاول. كل مره يدفوا فيه تركينا، كل مره اللي جابوه للحاشية يعني. بعدين هو الواحد هذه منقوش ما مشت من راسها راه. هذو في ناس يدعموا فيها، وفي ناس يديروا لها في برنامج، وفي ناس متخصصين في اللعب هدايا في الماء العاقر، ويعرفوا كيف يتصرفوا ويجيبوهم بعض، وحتى بدون ما يشعروا هما مرات. بدون ما يشعروا يحطوا لك في الماء، كما انت حطيت تو الموقف
قاعد تواقف هميت. احنا الليبيين ما عندنا فيهم مصلحة، كين مصلحتنا ليه؟ اليهود من 48 هم مكرسين في جلبيبنا، في 67 ناكلوا في الحمام، يعني الأول في 67 حمام 67 احنا طلعناهم. واليهود في العالم العربي كلهم منتشرين، وأمريكا الورقة الرابحة تستعرف بإسرائيل إنه بذولكم صالحك، ما تستعرف بإسرائيل ما بذولكم صالحك، خلوك كي تروي المطرحك. لو كان من وجهة نظر الشعب كيف يشوف الموضوع إسرائيل؟ الشعب لا حول ولا قوة، احنا فرارجية فرجوا بس، لأن السياسة بعيدة علينا، هذا بحر غريب، هذا مش كل واحد يجي يدوي، هذا يدي السياسة وعرة، تقرأ من الجامعة وتمشي السياسة أربع سنين بس تتخرج. زمان في واحد في وكالة الأعمال الليبية قال أربع سنين باش نقرأ في الكذب باش نكذب الصحافة، معروف وقاعد إلى تو على أساس يكذب يضللوا الموضوع، كيف يضللوه؟ تجيني هنا تو نقول لك شنو مستواي انا هنا نقول لك اسرائيل و احنا قاعدين صغيرين يا اخوي، انا بحر غريق غريق راهو لاعبين مصر 100 مليون لاعبين بها 10، المغرب الدول العربيه السودان لاعبين بها قبل ما حش قامت الثوره قالوا لهم نوقفوكم الثوره ولا تعرفوا باسرائيل، ومشي واحد منهم لاسرائيل وزير الدفاع ولا مش عارف من هو مشي لاسرائيل وهي في الحرب، نوقفوكم الحرب استعرف اسرائيل ما بوش توقف الحرب بتعرفوا اسرائيل اقعدوا هابكوا اللي انتدشوا اللي يغلب يجينا. ربي يحفظك يا شيخ، سامحني. ان شاء الله ربي ينصرنا عليهم وخلاص، والله ان شاء الله ربي يرسلنا عليهم يا رب، احنا مش ماشيين قدام العرب بالله بدلهم.